لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. أهلا بكم. البداية من موقع ألترا عراق ومقال الكاتب علي الأعرجي يقول فيه: منذ بدء أزمة ارتفاع الدولار في السوق تأخرت الحكومة في إعلان أسبابها الحقيقية، حيث أن الدعاية التي تم تداولها في الأيام الأولى من قبل القوى السياسية المحيطة بالحكومة وبعض المختصين بالاقتصاد المقربين منها كانت تردد جملة واحدة، هي أن الدولار غير متوفر نتيجة تقليل واشنطن الدفعات المالية المرسلة إلى العراق، وبالتالي فإن الطلب أصبح أكبر من العرض، ما أدى لارتفاع الدولار. إلا أن هذا التفسير سرعان ما تفكك وظهرت الحقيقة التي تقول إن المشكلة ليست في المعروض من الدولار بل بالطلب المشبوه، فالدولار متوفر وبكثرة، ولكن من يمتلك الدولار هي الحكومة، وقد أصبحت تحت المراقبة. تأتي بتخفيض سعر الصرف بشكل مفاجئ رغم تأكيدها واعترافها أن الدولار المرتفع في السوق هو حصة غير الشرعيين، أما السعر الحقيقي للتجارة وتلبية المتطلبات متوفر بسعر منخفض، لا تفهم سوى بأنها إنقاذ لمالكي السيولة المالية الكبيرة من الدينار وأصحاب العمليات غير الشرعية، وستتيح لهم شراء كميات أكبر من الدولار، حيث أن خطوة التخفيض إلى 1320 دينارا للمستهلك النهائي ستنجح بتقليل أسعار الدولار في السوق الموازي، ولكن إلى مستوى قد يحوم حول 1400 دينار لكل دولار تقريبا، وسيعود أصحاب الأعمال غير الشرعية الذين يمتلكون كميات هائلة من الدينار لشراء الدولار من السوق بهذا السعر، ما يعني أن خطوة السوداني أتاحت من جديد لأصحاب الأعمال غير الشرعية شراء الدولار بالسعر الذي كانوا يشترون به من نافذة البنك المركزي في الأيام الخوالي أو أقل من ذلك بكثير. في الإطار ذاته يقول الكاتب عبد القادر النايل في مقال تحت عنوان هذه هي أسباب انهيار الدينار العراقي، يقول إن أسباب انهيار الدينار العراقي أمام الدولار وفشل حكومة الإطار التنسيقي بإدارة السوداني مستمرة ولها تداعياتها الخطيرة على الواقع المعيشي لجميع العراقيين سواء كانوا موظفين أو متقاعدين أو أصحاب مهن حرة أو عاطلين عن العمل، وهم الأغلبية من اتجاهين: الأول تضرر الموظفين والمتقاعدين من حيث أن راتبهم الفعلي انخفض إلى نحو 200 دولار، وأصحاب المهن بين الكساد لبضائعهم أو حتى بيعها بالدينار العراقي واستيرادها بالدولار، أصبحت هناك خسائر حتمية لهم. الاتجاه الثاني أن جميع السلع الضرورية ارتفعت بنسبة 150%، سواء المواد الغذائية أو الصحية، وبالتالي أصبح مخصصات الموظفين والمتقاعدين لا تسد حاجة العوائل خلال الشهر الواحد. الأسباب الرئيسة تكمن في استيلاء إيران على الدولار في العراق بطرق عديدة، كلها تؤدي إلى تهريب الدولار إلى إيران عبر المنافذ الجوية في الطائرات والبرية من خلال وكلائها أو بعض المصارف الأهلية التي تهيمن على مزاد العملة، وتحديدا شبكة المصارف التي يمتلكها علي غلام وهو صنيعة إيرانية بالتعاون مع حزب الدعوة والإطار التنسيقي، لأن مكوناته هم ذاتهم من يتحكم بالعراق منذ تأسيس العملية السياسية الحالية. وما زاد الأمر سوءا أن إيران بدأت بالفعل بطباعة العملة العراقية الحالية من خلال تعاون صيني معها، وبها تشتري الدولار، وهذا لا يكلفها شيئا، ولذلك انتشرت في العراق العملة العراقية المزورة التي تسكت عنها حكومة السوداني تماشيا مع المصالح الإيرانية على حساب مصلحة العراق، وهذا عزز من فقدان الدولار داخل الأسواق العراقية، وبالتالي ارتفع الدولار لزيادة الطلب عليه. تحت عنوان ما بعد الزلزال في الحسابات الداخلية التركية نقرأ للمقال للكاتب علي باكير، جاء فيه: يعد هذا الزلزال المدمر الأكبر على الإطلاق منذ نحو 100 عام. لقد دمر الزلزال عند وقوعه على الفور نحو نصف المدينة بالكامل، وتضررت بشكل كبير العديد من المدن الأخرى في 10 ولايات مختلفة، كما طالت أثار الزلزال الشمال السوري المنكوب، وطالت أثار الزلزال السلبية أكثر من 13 مليون إنسان بحسب التصريحات الرسمية.
وبخلاف التكلفة البشرية المرتفعة التي خلفها الزلزال المدمر، تأثرت البنية التحتية في المناطق المصابة بشدة، إذ دمر الزلزال أكثر من 6000 مبنى، وتعرضت العديد من الطرق السريعة التي تربط بين الولايات المنكوبة للتصدع، ما عطل أو أخر استخدامها للوصول أو الخروج من المناطق المنكوبة. يضيف الكاتب أيضا: الأكيد أن الفاجعة الحالية ستعقد من الحسابات المتعلقة بالانتخابات المقبلة بشكل أكبر مما كانت عليه. بعض المتربصين لم ينتظروا انتهاء الفاجعة حتى يخوضوا معركتهم السياسية، فسارعوا إلى استغلال مفاعيل الزلازل الكارثية لتسييس الموضوع وتحويله إلى مادة للانتخابات المقبلة وتأليب الناس في وقت يفترض أن تسمو فيه روح الوحدة والتضامن للتغلب على مفاعيل الفاجعة. وبالرغم من أن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان كان قد قال أن هناك بعض التقصير بالتأكيد، وأنه لا يمكن أن يكون هناك استعداد 100% في مثل هذه الكوارث، إلا أنه أوضح أنه لا يستطيع أن يخدم الحملات السلبية التي يتم شنها الآن من أجل مصالح سياسية. ادعاء البعض أن من لم يستطيعوا حتى الآن أن يجمعوا على ترشيح مرشح واحد باسمهم ليخوض الانتخابات المقبلة، بإمكانهم التعامل مع فاجعة بهذا الحجم بشكل أفضل وأكثر كفاءة، وادعاء مثير للاهتمام، ولا أعتقد أنه من الممكن أخذه على محمل الجد بانتظار الانتخابات المقبلة وما يمكن أن تكشف عنه. نشر صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا عده جاريد ماسلين عن من معبر باب الهوى، حيث استعرض من هناك الاتهامات شديدة اللهجة الموجهة للأمم المتحدة بعد تأخر وصول المساعدات إلى الشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة عقب الزلزال المدمر الذي راح ضحيته نحو 3000 شخص في تلك المنطقة. وقالت الصحيفة إن الأطباء بمنطقة إدلب آخر معقل للمعارضة في شمال غربي سوريا كافحوا للتعامل مع ما وصفوه بكارثة عارمة وعدم القدرة على الحصول على الدعم الخارجي وبشكل سريع وكاف. لم يصل إلى إدلب سوى فريقين صغيرين من إسبانيا ومصر للمساعدة، وفي الوقت الذي عمل فيه عمال الإنقاذ ليلا ونهارا وسط الإنقاذ لتحرير الجثث والبحث عن ناجين، نظمت الأمم المتحدة قوافل مساعدة من تركيا وظهرت بعد 4 أيام. وقال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن التأخير كان سبب تعطل الطرق في تركيا. أدار العالم ظهره لشمال سوريا منذ مدة طويلة وليس الآن، ولو لم يدر العالم ظهره لكان لدينا الآن رد على الهزة الأرضية. ويقول المحللون إن حكومة الأسد في دمشق حرمت مناطق المعارضة من المساعدات الإنسانية كجزء من استراتيجية زيادة حنق الناس على المعارضين، وأدت التهديدات الروسية في مجلس الأمن لمنع التدفق الإنساني إلى تحديده بمعبر واحد. نشر صحيفة الجارديان البريطانية افتتاحية قالت فيها إن الشعب اللبناني تعرض للخيانة على يد النخبة الحاكمة التي أساءت إدارة البلاد في وقت يواجه أبناء الطبقة المتوسطة والفقراء انهيار الاقتصاد وتلاشي الخدمات. تقول الصحيفة إن الاحتقار الذي أظهرته النخبة السياسية والاقتصادية ل6 ملايين نسمة واضح، ففسادهم وتعطشهم للسلطة وعجزهم أدى لانهيار البلد، وفقدت العملة قيمتها بنسبة 90%، وماذا تريد أكثر من هذا؟ تضيف الصحيفة أيضا أن التضخم أصبح ب3 أرقام، وانهارت الخدمات العامة، وبدون استئجار مولد كهربائي فالعائلة اللبنانية تنتظر طوال الوقت للحصول على ساعة أو أكثر من الطاقة الكهربائية كل يوم. يرسل الآباء أبنائهم إلى دور الأيتام لتجنب نفقات إضافية ولأنهم غير قادرين على إطعامهم، ولجأ الكثير من الناس إلى السطو المسلح للحصول على ودائعهم المالية من البنوك والتي انخفضت قيمتها في الوقت الحالي، ولكي يتمكنوا من دفع رسوم الاحتياجات الأساسية بما فيها العناية الصحية. إن الأزمة التي يمر بها لبنان هي واحدة من الأزمات الدولية التي لم تمر على العالم منذ منتصف القرن 19، وتحدث وسط أجواء متقلبة، ووصفها البنك الدولي بأنها ركود مقصود تقف وراءه النخبة التي ظلت تمسك بزمام السلطة واعتاشت على مواردها.
في وقت تحمل الفقراء والطبقة المتوسطة عبء الأزمة. ولعل أصغر خطوة يمكن اتخاذها اليوم رغم السخرية منها هي قيام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإرسال بعثة تقصي حقائق للتحقيق في انفجار مرفأ بيروت. ولكن التغييرات الكبرى التي يحتاجها الشعب اللبناني في الوقت الحالي عصية ومستحيلة كما تقول الصحيفة. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نشرت مجلة نيويوركر تقريراً لميريف إمري عن الطفلة آية سورية التي انتشلت من تحت الأنقاض بعد الزلزال الكارثي الذي ضرب سوريا وتركيا، وتساءلت عن الحياة التي تنتظر آية. لم تولد في حلب كما قالت بعض الصحف بداية، ولكن في جندريس وهي بلدة تقع تحت سيطرة المعارضة، فحقيقة إنقاذها في ظل غياب البنى التحتية واستمرار العنف في المنطقة أمر يثير الدهشة. وفي المستشفى أطلقوا عليها اسم آية على أنها آية من آيات الله وسط هذه الكارثة. وكشف أن آية كانت تعاني من جرح عميق في الجمجمة والعمود الفقري، وهو ما يفسر النوبات التي كانت تعاني منها، ولكنها في أيد أمينة وحانية الآن وتلقى عناية أكبر مما كانت ستحصل عليه. رغم أن السلطات التركية تمتلك قدرات مناسبة للتحرك بسرعة من أجل توفير بدائل إيواء لمنكوبي الزلزال الذين خسروا منازلهم بسبب انهيارها أو تضررها، لكن ناجين كثيرين ما زالوا يصرون على التواجد أمام ركام منازلهم، ولا يكتفي بعضهم بالجلوس على بقايا أثاث انتشلوها من تحت الأنقاض، بل يستخدمونها للنوم أيضا على الرغم من الطقس شديد البرودة الذي يهددهم بعدة أمراض. بعد أسبوع على الكارثة لا يمكن ربط استمرار وجود ناجين أمام ركام المنازل بانتظارهم نتائج جهود الإنقاذ للحصول على معلومات عن مصير معارفهم، بل بعدم قدرتهم نفسيا على الانتقال من صدمة نتائج الكارثة المروعة إلى صدمة الابتعاد عن أماكن اقترنت بذكرياتهم على مدار سنوات. الآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. فاجأت نشرة علماء الذرة المشرفة على ساعة القيامة أو دومزداي كلوك بتحريك عقارب الساعة نحو منتصف الليل بمقدار 10 ثوان،
نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وفي ظل التهديدات المتزايدة باستخدام الأسلحة النووية على حد وصف النشرة، لتشكل بذلك مقياساً لمدى اقتراب البشرية من تدمير ذاتها أو التريث في ذلك نووياً أو عسكرياً أو مناخياً أو اقتصادياً أو مجتمعياً ونحو ذلك. عقارب تتحرك. ساعة عجيبة أسسها العالم الفيزيائي الشهير ألبرت أينشتاين بالتنسيق مع باحثين من جامعة شيكاغو، لتعلق على جدار إحدى ردهات الجامعة عام 1947، وتم ضبطها على 7 دقائق قبل منتصف الليل، وقد أعيدت عقاربها ومنذ إطلاقها إلى الوراء 8 مرات، فيما قدمت عقاربها 16 مرة، بمجموع تغييرات متتالية بين عام 1949 مع نجاح تفجير أول قنبلة ذرية سوفيتية وبينها عام 2023، فيما تم رفع دقائقها 17 دقيقة عند انتهاء الحرب الباردة عام 1992. تحريك جديد. تحريك عقارب الساعة سواء إلى الخلف أو إلى الأمام غالباً ما يكون رمزياً، هدفه تحذير البشرية على سطح الكوكب من مخاطر اقتراب وقوع كارثة وشيكة من عدمه. وقد تم تبرير التحريك الأخير بأن العالم يعيش زمناً خطراً وغير مسبوق بحسب العالمة راشيل برونسون، وكان تحريك ما قبل الأخير بمعدل 100 ثانية قبل منتصف الليل قد أجري في عام 2020 لتحذير البشرية من مخاطر كوفيد-19 والتغير المناخي والاحتباس الحراري والتلوث البيئي، قبل أن يتم تقليص الفارق بتحريك جديد بمقدار 10 ثواني ليصل إلى 90 ثانية قبل توقيت منتصف الليل الذي يمثل وقت الكارثة. وأنتم، هل تعتقدون أن خطر كارثة عالمية بات وشيكاً؟ نلقاكم بإذن الله.